أيامكم عقيدة عقيدة عقيدة، أيامكم سعيدة سعيدة سعيدة، يلا عيدكم عقيدة عقيدة عقيدة، بالهادي اهتدي أنا بالعطر اقتدي أنا، بالهادي اهتدي أنا بالعطر اقتدي أنا، أيامكم سعيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله كما هو أهله، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم سادتي وأحبتي مشاهدي ومتابعي قناة كربلاء الفضائية أينما كنتم، كل عام وأنتم بخير، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات. مرحبا بكم مجددا في برنامجكم عيد وفرح، هذا البرنامج الذي نسلط فيه الضوء على سيرة ومسيرة حجنا الشعبي المقدس. رحبوا معي سادتي الأكارم بضيفي هذه الحلقة، خادم أهل البيت الشاعر القدير أبو حسنين الربيعي. مرحبا بك أبو حسنين، وزارتنا البركة. الله يحفظك، كل عام وأنت بخير، كل عام وسيدي ومولاي عبد الله الحسين وقمر العشيرة، ما دام احنا بقربهم بكل خير وإن شاء الله، وعنفوان وشموخ وقداسة، وأبناء الشعب العراقي من الشمال للجنوب بألف ألف خير. أسأل الله أن يعجل فرج ولينا صاحب العصر والزمان، وأن نكون خدامه دائما وأبدا. شكرا لك ولدعوتكم، وأشكر هذه القناة. شرفت، مرحبا. كذلك الرحب بخادم أهل البيت الرادود الحسين القدير السيد حيدر العميدي الكربلائي. حبيبي حياك الله أبو فاطمة، وأسعد الله أيامنا وأيامكم بمناسبة العيد السعيد، وأقول كل عام والجميع بألف ألف خير، وإن شاء الله الثبات على ولاية أمير المؤمنين وبركة محمد وآل محمد. اللهم آمين. أستاذنا أبو حسينين، البداية منك، يعني هذا العيد هو في رحاب الحشد الشعبي المقدس، وحقيقة من خلال متابعتنا أبو حسينين هو في صدارة الشعراء اللي كتبوا عن الحشد الشعبي المقدس، وشفناك بالزي العسكري، وشفناك بالزي المدني، 40 كليب كتبت، وشفناك يعني في أغلب المواقع والمواقف. لو سألوك ما هي الدوافع لهذه الانطلاقة في رحاب الحشد الشعبي المقدس، ماذا يكون الجواب؟ في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، وأقول أنا طبعا قرأت لي فرقة العباس القتالية كثيرا، وأيضا لي والواعي الأكبر ذهبت له في جبال حمرين، وفرقة الإمام علي، و اللي تابعة للحشد وتابعة للعتبات. نعم. فاللي يسألوني عن يعني عن هذه المدة الطويلة اللي قضيتها في خدمة ابناء، أقول هذا تكليف شرعي كلفتنا به المرجعية الدينية المتمثلة بسماحة الإمام السيستاني، ونحن طوع هذا التكليف الكبير والعظيم اللي كل من موقع يقاتل، المقاتل يقاتل بالبندقية، والشاعر يقاتل بصوته، وكان للشعر أثر كبير بمعركتنا مع داعش. فخليني أجاوب شعريا، أقول اللي ينجنب علي لا تقل له مجنون، اللي ينجنب علي لا تقل له مجنون، والعباس مجنون اللي يلومه، اللي ينجنب علي لا تقل له مجنون، والعباس مجنون اللي يلومه، أمير أو عنده كل شو، كل شو موجود وبيده يخيط ويرقع هدومه، ما شاء الله، أمير وعنده كل شيء وكل شو موجود وبيده يخيط ويرقع هدومه، ما يلبس جديد يخاف الأيتام، الما عنده أبو تكثر همومه، لذلك حيدر ما أخذ له دورين، دور الأب وخذ دور الأم، لذلك حيدر ما أخذ له دورين، دور الأب وخذ دور الأمور، ما شفنا رئيس بدولة معروف يموت ونبقى ناخذ من علومه، وما شفنا رئيس يرقع ثياب وقائم ليلة ونهار يصومه، وما شفنا رئيس يصير فلاح من قد ما تعب، ما بي نعومة الحكومة العادلة، بس انت مولاي من بعدك فلا صارت حكومة، الحكومة العادلة بس انت مولاي من بعدك فلا صارت حكومة. وحيدر ما تهم الدنيا والمال ولا هم يقعد بقصر الرئاسي، عم ما شفنا علي بهاي الحكومات لو قنبر فلا صارت مآسي، الرئيس اللي يحب شعبه يكون محبوب، بس كون العدل مصدر أساسي، وكون البرلمان يدنق الراس حتى أنا أظل مرفوع راسي،
وكون الشعب ينسى وهو اللي يقول بعد عندك حقوق وانت ناسي، ويروح وينحشد ويقاتل هناك ويبقى يقاتل على الكراسي. لطيف ما شاء الله ما شاء الله. ويروح وينحشد ويقاتل هناك، مو يبقى يقاتل على الكراسي. من عراقي يفوح الهيل عنبر، من عراقي واصب غيره ومحنه، من عراقي هل تسال حشدنا من عراقي وعال ظلوا يثرين. الله يحفظك ما شاء الله. طيب الله يحفظك واحسنت كثيرا، ولا شك ستكون هذه الحلقه حلقه مائزه بحضورك وبحضور قوافيك. سيد حيدر العميدي من المعروف انه الانسان بعاطفته حقيقة، يعني إذا انجرح ابنه بالأمور الطبيعية بالحياة الطبيعية يتأذى. في إحدى الحلقات في برنامج سفراء الانتصار اللي يعني أنتجته قناة كربلاء الفضائية، لقيت رجل يعني كبير طاعن بالسن. نعم. فهذا الرجل يحكي مع عفوان عالي الله وبعزة نفس عالية، رغم ما هو مضحى اثنين من أولاده. جميل. يعني اثنين من أولاده شهداء وهو حاضر في ساحات القتال وعلى السواتر. أقول هاي الدوافع، هاي المبادئ، هذا الجو العالي من العنفوان والكبرياء والارتكاز، ما هي أسبابه؟ ما هي دوافعه؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الرجل اللي أنت تتكلم عنه تقول نعم. أنه يحكي بعنفوان وبهمة عالية، لأنه ما مقدم أولاده من شغلة مثل ما يقول شلون ما كان. نعم. قدم أولاده للوطن، واللي يقدم ابنه للوطن هذا رفعت رأس. فعلا. مو تمام؟ هذولا أنا الحشد أنا أعتبرهم اللي دافعوا وقدموا وبذلوا أرواحهم وأموالهم وعافوا أهلهم، هذولا أنا أعتبرهم أنصار للحسين مثل ما أنصار الحسين. حسنت. اللي الحسين يقول ماكو أنصار مثل أنصاري. مو تمام؟ صح. فهذولا أنصار الحسين، هذا الرجل من رافع رأسه ويحكي بهمة عالية، هذول مقدمهم للحسين إن شاء الله. أحسنت. وقدمهم للوطن. أحسنت. وقدمهم للعقيدة وللمرجعية، وفي سبيل إعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله. أحسنت. فهذا من يحكي بهمة عالية هذا أنا أعتبره بطل فعلا، ومنا يعني بحضوركم بطل. نقول لكل الشباب اللي هم الآن ما خسرة. نعم. نقول لكل الشباب اللي هم على السواتر، عيدكم على السواتر مميز، وإن شاء الله كل عام وانتم بخير. كل عام وهم بألف خير. يا ربي يحفظكم يحفظ عوائلكم إن شاء الله ويسددكم، وإن شاء الله تبقى هذه الجهود وهذه المثابرة منكم جميعا في تاريخ العراق وفي سجل العراق. حيدر العميد ايش نسمع؟ أقول ما عوفك على شلون الأبو ينعاف، ما عوفك علي أبو ينعاف، الدنيا بلا علي ما تسوى نص قران. صحيح. علي لب القلوب، القلوب للموت بي يعيش، نور عيون حيدر غاية الحيران، اسمه ويا الهوى، اسمه ويا الهوى إلا أتنفس على الطول وحس أن الأمل من تنسد البيبان. وصية والدة، وصية والدة لي غسة وبإذن الدور، وصية والدة الهسة وبإذن الدور، حب حيدر حرز من الإنس والجايان علي باب العلم، علي شيخ الزلم، علي نور النجم، علي غيرة وعزم، علي لب الفهيم، علي وده وسليم، علي الزلم الشهم، علي رأفة وحلم، علي نور الكهف، علي مصدر شرف، علي هيبة سلف، علي حي بالنجاف، بالنجاف العافك يا علي، العافك يا علي خسران والقرآن صلوات. اللهم صل على محمد. طيب الله أنفاسك سيد حيدر. خذت قلبي بغرامك،
خذت قلبي بغرامك وانت عيده اعد الهلال شوفك وانت عيده وانت عيده وانت عيده وانت عيده بعدد نبضات قلبي وانت عيده يا من بيك الفرج للجعفريه. صلي على محمد وآل محمد. محمد أقول لا فتى إلا علي سنت. بيت القصيد لا فتى إلا علي بيت القصيد والكتبها على العرش عز وجل أو سوى جبرائيل رادود وإجاك يقرأ يمك يا علي هالمستهل هي ضربة تعادل أعمال العباد بوقت خصمك شان ما ضارب مثل. صحيح. أبو حسنين الربيعي شاعراً وإعلامياً وحاضراً في كل المواقع والمواقف. بالعيد يذكرون الحشد. صح. بالمآتم يذكرون الحشد. بالصحف يذكرون الحشد. بكل المواقع يذكرون الحشد. شنو موضوع الحشد أبو حسنين؟ قلت لك الحشد يعني لولا الحشد لكان العراق الآن في خبر كان. نعم. والحشد كان عنده فتوى مرجعية. والمرجعية الآن هي المتولي الشرعي لأبناء الشعب العراقي. المرجعية الآن هي وكيلة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. فأما بالحوادث الواقعة فارجعوا بها إلى رواة حديثنا فهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. الحجة اللي هم موجودين الآن مراجعنا العظام الكبار الله يحفظهم. فإحنا امتثالا لأمر المرجعية قدسنا هذا الشيء الحشد لأنه جاء من فتوى. وأنا كنت جالس والله العظيم في مكتب السيد السيستان وقال هذه الفتوى ليس مني وإنما من علي بن أبي طالب وأشار إلى أمير المؤمنين. أنا ومجموعة من الشعراء كنا جالسين معه وأشار إلى ضريح أمير المؤمنين وقال هذه فتوى أمير المؤمنين علي وليس مني وأنا خادمكم ادعوا لي. حتى قلنا لسيدنا يدعونا قال ادعوا لي أنتم لأنكم خدام الحسين ودعاءكم واصل إلى الله. فالسيد بتواضعه بعنفوانه بشموخه بعلميته الكبيرة والعظيمة أعطى هذه الفتوى ولذلك صار الحشد مقدس بالفتوى وليس بشيء آخر. فأقول ألف واربعمائة عام من السنين هاي الدلالة على المرأة اللي تقول الأم والأب اللي فقدوا اثنين من أبنائهم. ألف واربعمائة عام من السنين الهسة دمعات الحزن نعاية الهسة لو ما شوف مرفوع الإعلام شن محرم بسلة مو غاية من نشوف العلم مرفوع أعلى بيتتخيل العباس رافع راية ومن نشوف الموكب يوزع ثواب وناس ملتمة وشباب هواية ألعن البعثية والناس تقول حسين مات وما بقت لك راية. ألف واربعمائة عام من السنين الهسة دمعات الحزن نعاية الهسة لو ما شوف مرفوع الإعلام شن محرم بس لطم مو غاية من نشوف العلم مرفوع أعلى بيتتخيل العباس رافع راية ومن نشوف الموكب يوزع ثواب وناس ملتمة وشباب هواية ألعن البعثية والناس تقول حسين مات وما بقت لك راية بيوم واحد من محرم شنه صار اسمعت من الشباب حكاية قال لأم اليوم سوت مستحيل من الصبح قعدت ودق الثاية أو جابت شماغ اللي كان يلبس أبوي وبندقيته بدم المحناية أو لبستني مرقط ووقفت تقول الكرسي مراسي وقرت شم آية أو لبستني مرقط ووقفت تقول الكرسي مراسي وقرت شم آية وقالت العاشر أريدك يم أخوك وبالحشد ويناسك الوفاية يما قلت لها المواكب والعزاء وابو الموكب من يغير راية انت روح الموكب يدير الحسين وهو ما مقطوع فايض ماية وانت خادم للحشد حمل الحسين ويما غالبهم بيت وآية الله 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 تقول له انت روح الموكب يدير الحسين وهو ما مقطوع فايض ماية وانت خادم للحشد حمل الحسين ويما غالبهم بذيك وهاية وانا اريدك يما ترجع لي شهيد وقل لي ليش اسألني شنه الغاية
افتخر 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 بيكم زيارة الاربعين وصورة لكوي موكب المشايع. افتخر بيك بزيارة الاربعين وصورة لكوي موكب المشايع. كلهم عندهم شهادات قل لي مو انا ما عندي شيء. اي تكون صورة لك حتى من امشي افتخر. هؤلاء هم الحشد وهؤلاء اصحاب الفتوى. فعلا واحسنت كثيرا ابو حسين. الله يحفظك وطيب الله انفاسك. حقيقة حقيقة اللي تفضل بها ابو حسين ما كان شعر ولا كان نثر، بل هو كان واقع من حياتنا اللي عشناها. كان عندي سؤال اخر سيد حيدر، لكن ابو حسين قفز بذاكرتي الى سؤال اخر. فعلا اليوم وقد اكون اتطرقت لهذا الموضوع في حلقة سابقة، انه ابناء المجالس الحسينية ابناء المواكب يعني من الموكب الى السواتر، وشفنا يعني هذا الحضور مو فقط هذا الحضور، يعني حقيقه الان للانصاف اتحدث بشكل مباشر، ابناء المجالس الحسينيه خدم السيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه وعلى خدامه اجمعين، شفناهم حاضرين بكل المعتركات. يعني مثلا على سبيل المثال حينما صارت جائحه كورونا شفنا المواكب والمجالس حاضرة وقدمت خلاصة وعصارة جهودها في التكافل الاجتماعي. أحسنت. لما صارت فتوى الحشد شفنا أبناء المجالس وخدام سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، شعراء رواديد لطامة أصحاب مواكب كلهم على السواتر، ووصل الدعم اللوجستي إلى الموصل. أحسنت. وإلى البصرة. صحيح. وإلى كل المحافظات ولا زالت. صحيح. أستاذنا الفاضل مستمرة. أقول هاي الدوافع، هاي الأسباب، هاي المكونات، هاي القواسم المشتركة بين خدام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وبين الحضور بهاي المواقع، شنو يحللها سيد حيدر العميد؟ يعني أنا اليوم من أقول أنا خادم الحسين. نعم. خادم الحسين يكون عنده مبدأ. صح. عنده مبدأ يتقدم في كل الأوقات. نعم. أنت مثل ما قلت يعني أنا مو مثلا مو شرط أن أنا رحت دافعت على الساتر. مو لكن إحنا هنا ولله الحمد أكو بعض الهيئات اللي كانت مستعدة وتوزع المواد الغذائية وتجمع بعض الأموال توديها إلى عوائل الشهداء. نعم. إلى بعض مثلا الناس اللي آبائهم بالمعركة هنا يودون مساعدات، فالحسيني لازم يكون سباق في كل مسألة. أحسنت. يعني أنا من أقول خادم الحسين أنا عندي مبدأ الحسين. نعم. أنا أبذل نفسي ومالي وأهلي في إعلاء كلمة أنه مثل ما قلنا لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله. حسنت. وهم ذول اللعناء لعنة الله عليهم ما إجوا يردون يخربون البلد ويردون يدمرون المقدسات، ولأنه شيعة أمير المؤمنين موالين لأمير المؤمنين كانوا يحاربون هذا العالم. فالحسيني متقدم في كل مسألة. وأنا قلت مو إلا أنه على الساتر وبالمعركة. نعم. وإنما كل من يجاهد من موقعه مثل ما تفضل أبو حسنين ومثل ما تفضلت أبو فاطمة حبيبي. نسمع منك سيدنا. تسمع مني. أريد أقرأ إلى كربلاء. ما أنصفوا من قالوا في الحب أذى. نعم. إحنا اليوم طبعا كل اللي نقرأه هو هدية إلى الحشد الشعبي. أحسنت. فعلا هاي قاعدة. إن كان للعيد وإن كان إلى كربلاء. وإن كان إلى الحسين سلام الله عليه. ما أنصفوا من قالوا في الحب أذى وقلوب كل العاشقين بها اللظى. سأقول لا 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 لا, لا للمولعين وألف لا. فعليه كل من اشتكى فقد افترى. هذا أنا يا هذا أنا في الحب قلبي متيم وسعادتي فاقت على كل الورى. قد هام قلبي وحبها أجنني، فما رأيت بحسنها منذ الصبا، ما حل يوما مثلها بخاطري، ما حل يوما مثلها بخاطري، ولا تحل حبيبة فوق الثرى. هي الحياة ولا حياة بدونها. هي الحياة ولا حياة بدونها.
لا 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 تلمني إن جننت بكربلا. صلوات اللهم صل على محمد وآل ولا محمد. مال ولا مال عزها وجاه من ريدا ولا مال ولا مال عزها وجاه من ريدا ولا ما يا 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 الحب كربلا دنيانا ولا مال ولا مال كم لو عن تحملنا ولا مال ذر القلب عن الغاضري. يا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. مو صدفة مو صدفة اسمك كربلا ست حروف بالكاف يبدو وينتهي بالهمزة. مو صدفة اسمك كربلا ست حروف بالكاف يبدو وينتهي بالهمزة. هو الوجود تكون بست أيام هذا العدد هي كان أفهم رمزة. يعني النتيجة اسمك بحجم الكون تفسير اسمك هذا سر ولغزة. الما معتقد لا يعتقد لكن كون من قائمة أهل الدراية نشزة. هاي الأرض بيها اندفن جسم حسين والخاطرة كرمها رب العزة. تأويل حرف الكاف كاظم منظور والهمزة أولناها طلعت حمزة. الله الله الله, الله يرعاكم. حقيقة كثيرة الأسئلة أبو حسنين لكن اختصارا وحتى أسمع منك راح أترك لك المجال استمعنا في شيء من ذوقك. راح أقرأ لك على ما على الخدام أول مرة وبعدين أنتقل إلى الحشد الشعبي. نعم جميل. أقول الله يرحم ياسين الرميثي القال مطلعها القصيدة القال آمنا آمنا بشهيد الدين أبو السجاد حق لازم نقوله وهو علمنا حق اللي يحب حسين كون يبات يم نهر الفرات ويغتسل منه أو يمشي بخطوة خطوة الحضر يحسين يسجد على التراب ومنه يتحنى أو طبع للضريح واسي الزهراء وصيح بصوت يا حسين بضمايرنا تي جنة البار بصب ضريح حسين أول ما تسلم تدخل الجنة. من يقبل محرم مانع القعلام بس صوتك نسمع الكل تعلقها الأحمر للحسين الأخضر العباس صوتك جاذبية وما يفارقها وازلام البعث ترتجف من الخوف بس لا حمزة يقرأ الدنيا يحرقها رتبة اللي شلتها بيا رتب تنقاس إذا الحسين بيد الرتبة علقها رتبة اللي شلتها حمزة بيا رتب تنقاس إذا الحسين بيد الرتبة علقها. يا ابن الملحة أم من الجنوب أتت بولدها بالحشد اللي استشهد وأخذت الجندي إلى المعركة بيدها إلى معركة الفلوجة قصة حقيقية. فوقفت على الساتر تقول لي يا ابن الملحة يل شارب لبن بارود أوليد المثل هذا اليوم ربيته أبوك استشهد من 91 من هجموا علينا وهدموا بيته أبوك استشهد من 91 من هجموا علينا وهدموا بيته ضميتك جرح ما يصح لي هضمات وانت ابن الجرح وسنين تانيته جيش الهدم بيتي ويتماك سنين ما اريد ان اشوفه واسمع بصيته ضميتك جرح ضميتك جرح ما رهم ليه سنين وانت ابن الجرح وسنين سميته جيش الهدم بيته ويتماك سنين ما اريد ان اشوفه واسمع بصيته اعاين عن نسر مستحب ذاك اليوم مش ما شوفه يتلامح فوق بيريت اعاين عن نسر مال الجند ذاك اعاين عن نسر مستحب ذاك اليوم اش ما شوفه يتلامح فوق بيريته جيش العند هسه حشد العند هسه وهذا ابن وياه وبدرب النصر عريز زفيته قبل بالخاك اشتم ريحة العطاب هسه اشتم عطر بالحضرة شميته قبل بالخاك اشتم ريحة العطاب هسه اشتم عطر بالحضرة شميته. تقول الام رحت ويا ابني من صار الهجوم هناك وسولفنا وحكينا وبيد زتيته صاح الضابط امك ما تظل هناك
قلت له البعث من زمان لاويته، انا القاتلت ويا انتفاضة هور وداعش من زمان البعث شويته، هسه تريد ترجع يما اترجاك اهل العادة قول العلي سويته. صاح الضابط الرجال للنساء القتال للرجال وليس للنساء. صاح الضابط ابني امك ما تظل هنا. اجابت الام قلت للبعث من زمان لاويته، انا القاتلت ويا انتفاضة هور وداعش من زمان البعد شويته، هسه تريد نرجع يما اترجعك هل هالعادة قول العلي سويته، وريدا يما منك تاخذ الرايات وكل جندي شريف يصير ساريته، بس هذا العلم خلينا انا وياه عصابة بمجان الشيلة شديته، خاف يرد شهيد العلم باقي وياي حتى نفتخر بالعلم غطيته، حتى نفتخر بالعلم. طيب الله يفاسك حسين الرباعي، اللهم ارحم شهداءنا، اللهم شافي وعافي جرحانا. بعد هذا الفاصل لنا لقاء سادس الأحبة، ابقوا معنا. تحثكم على التحلي بالشجاعة والبسالة والثبات والصبر، وأن من يضحي منكم في سبيل الدفاع عن بلده وأهله وأعراضهم فإنه يكون شهيدا. مرحبا بكم مجددا سادتي وأحبتي مشاهدي ومتابعي قناة كربلاء الفضائية، كل عام وحجنا الشعبي بألف خير، كل عام وشيعة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حيثما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها بألف ألف خير. مرحبا بكم في عيد وفرح. أبو حسين الرباعي يقول سمي عيد وحشد. نعم هو عيد وفرح وحشد. وصل بنا المطاف سيد حيدر العميدي للحديث عن الحج الشعبي المقدس في رحاب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، بين عيد الأضحى وعيد الغدير ظاهرة يمكن يخون التعبير إذا قلت الظاهرة، هو فوق الظاهرة علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. شي سمعنا سيد حيدر العميدي. أقول لعل تصروح المجد فوق الجبال، ورفرفت راياتنا بزود الحشيد، شدوا الهمة وتعنوا للقتال وصاحوا العادان خلى يستعد. وينهم داسوا خشوم الدواعش هالأبطال، سعد مطلوب الخفاجي يقول داسوا خشوم الدواعش هالأبطال وخيبوا ظن الزنيم، وكل وقت حرروها بلادنا ولاد الحلال الحلال الحلال، وسحقوا ببسطالهم راسل القريد، خلوا العادانة يخضع بالنزال
خلوا العادان يخضع بالنزال وكل قيادات غدت تشرد شريد نارهم شبوها وسط اهل الضلال نارهم شبوها وسط اهل الضلال وصوبوا بسهامهم ذاك الوغيد ذولا ولد حسين ذولا ولد حسين اهل قول وفعال ما يهمهم ابد لا حر لا بريد لو ان واحدهم طلع بالحوم صال لو ان واحدهم طلع بالحوم صال كون بسلاحي تولاهم حصيد يما بالسجاد كتبوا هالمقال المقال يما بالسجاد كتبوا هالمقال وبدم الشريان وقعوا على العقيد خلوا الهامة خلوا الهامة تعلى بكل مجال خلوا الهامة تعلى بكل مجال شدوا على قلوبهم عضب عضيد والله لو ما هم جا يصعب الحال الحال والله لو ما هم جا يصعب الحال بيضوها وجوهنا بيضوها وجوهنا بسوح المجيد يقول باسم ابو صخر بكربلاء الوطن زود اهله منا وبيه شعبي 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 يا رب احفظ بلادي وهذا شعبي ترى لو ما الفتوى وحشد ترى لو ما الفتوى وحشد شعبي كما بينا ظلت روح حي صلوات فاسك. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد وعجب وعجب طيب الله أنفاسك سيدنا ورحمة الله إليك كثيرا أبو حسنين الرباعي عادة الشاعر إذا عدى موضوع واحد يكتب عنه قصيدة قصيدتين ثلاثة خمسة عشرة مثلا أبو حسنين الرباعي كاتب 150 قصيدة عن الحشد الشعبي المقدس صح. يعني هاي الظاهرة شون تحللنا إياها وقتك شون الإعلام شون برامجك شلون قدرت تكتب هذا الكم الهائل هل هو نابع عشق هل هو نابع محبه هل هو تفرغ تام تكليف شان. نعم شان انا احس بتكليف شرعي لان بعد التقائنا بالامام السيستاني ادام الله ظله الوارف نعم. انا مجموعه من الشعراء واسسنا قافله نداء المرجعيه فكان تكليف شرعي من قبل السيد الامام بان احنا نجوب المحافظات يعني قال هذا دوركم الان لبث روح الحماسه والاقتدار لدى ابنائنا اللي موجودين في مكانات نائيه لربما الاعلام ما يوصلهم يجب الوصول لهم بقصائدكم بشد شحذ همم الناس بشحذ همم المقاتلين ومن ثم الذهاب انتم الى جبهات القتال بلباسكم العسكري شحذ هممهم لان الشعر له دور كبير بهذه ولذلك احنا كنا نكتب في كل مهرجان كانت قصيده جديده وكانت منافسه ايضا بيناتنا احنا الشعراء اليوم كاتب ايش راح يقول فبالمنصة يلا نعرف بين احنا ايش كاتبين حتى الجمهور تفاعلهم فكان يعني ايام عشناها خلال 3 سنوات او 4 سنوات احنا خلال هذه السنوات احنا ما خلينا مكان يعني بقتال اذا ما ذهبنا له سوى كان حتى شرطه اتحاديه جيش عراقي حشد شعبي الا ربما بس البيشمرق ما رحنا لهم الباقيين الكل احنا غطينا تضحياتهم وغطينا ما يجول بخواطر نعم. حتى وجدنا انهم واضعين قصائدنا بالسبيكرات عند الهجوم ما شاء الله ما شاء اي اكو بعض الله فهذا فخر ان بين احنا كاتبين على الحشد والحشد انا يعني هذا اللي جاء عبر الفتوى ونحن خدام وانا امام شاشه قناه كربلاء اقول انا اصغر خادم الى المرجعيه الدينيه موفق ان شاء الله انا اقبل اقدام الامام السيستاني و
شرف إلي بأن أنا أكون خادم لسيد يوم ولاي السيد الإمام السيستاني دام ظله الورد بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. أنتم لبيتوا نداء المرجعية. نعم. وزودتوا من همة الأبطال الله يحفظهم. نعم. فعلا. ولذلك كان أكو زيادة همة كانت. اللي مرات تصير يعني بالحشد تصدف مناسبات مثلا. نعم. بعيد الغدير مثلا صار ولاده الامام الحسين ولا فنقيم لهم ايضا نقيم لهم نعم. مثل هكذا يعني نعم. مناسبات نعم. فاقول تريدون شعر لو يا ريت والله نعم. يا ريت من 150 ما نسمع كل شيء ما معقول راح اقرا على امير المؤمنين وانتقل للحشد لا شك اقول يا هل مثل حيدر عنده وجدان لبس ثوب سمل مثل اليتامى ياهل مثل حيدر عنده وجدان لبس ثوب سمل لبس ثوب سمل مثل اليتامى وياه الراد لله يصير عنوان واسمه يصير للوادم سلام اذا قلنا علي معروف ابو حسين ما يحتاج حيدر كل علامه اذا رايد تزوره تروح للبيت ما تندل تشم عطر الامامه شن كعبه علي والطوف حجاج ملتف الارامل واليتامى وحيدر يا علي يا غاية الدين ويا رمز العدالة وانت آية ويا الحبك الناج بيوم الحساب ويا الاسمك أبد ما بنهاية الناس تحب يجيها الجاه للبيت وتصلت تريد بلا دراية وانت لا ردت سلطة ولا مال لا كرسي رديت لا ردت ثاية الولاية الولاية تعمتك ركعت يا ابو حسين الولاية بلا علش تسوى الولاية لكن انا اليوم احكي بعالي صوت واكسر خشوم التعادي حيدرة وما نسينا اليوم جي اسمك اذان نموت والله اليوم لو ما نذكره ولو نسينا نقول حيدر بالصلاة نقوم نقضي اليوم كلا نكرره واللي يكره حيدر شنه الدليل خلي ينظر بصلة وامه ومصدرة انت جاي تقول شيلوه بالاذان وانا صار سنين ارجو المعذرة هي قل المعذرة منين استميح ارد سمعك حتى قل لك ما جرى انا صار سنين ادور لمكان وبيها حطن اسم ابن اشرف مره تدري يا هبال اخليه بالاذان واكسر خشوم التعادي حيدره ارد اصيح بصوت وبوقت الصلاه حي على العباس سمع القنطره وان اصير ابن العراق بلا يخوف وللامام ابد ما ارجع ورا ومو لان دوله وعلم هذا الامان وانا حاله امتحن على التذكره انا الشيعي ومذهبي حتم علي امتثل كون الاوامر صادره مرجعيتنا الرشيده الكلها خير قررت انا امتحن ومقرره السيد السستان قال بلا يخوف والكلام القال عند المقدره وانا متهيئ احط دم حبر وتاخذ الناس وتحط بالمحبره ولجل هالسيد لجل هالسيد انا فديها الحياه السيد السستان يستاهل ترى لجل هالسيد انا فديها الحياه السيد السستان يستاهل طيب الله انفاسك الله يحفظك احسنت كثيرا بعد حقيقه في كل المناسبات كان اكو حضور للحج الشعبي المقدس هذه الانتقالة من أجواء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إلى الحج الشعبي المقدس هو ظاهرة تكشف عن الخط المستقيم الواحد النابع والتابع لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في ولادة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها قلت قبل ماكو حشد حاش الزهراء سلام الله عليه قلت لها سيدتي يا فاطمة قبل ماكو حشد هسه الحشد موجود نسويها عليهم ساعة القشر الحشد يا فاطمة راية علي الكرار ماخذ من فقار المرتضى شمرة الفتوى من المراجع للبقيع نفوت ونبني لك ضريح ومأذنة وحضرة ونكتب لافتة بكبر السماء والقاع هنا قبر البتول الطاهرة الزهراء الله 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 السيد حيدر يا ابو فاطمه الشعبان شهر شعبان عفوا والفتوى التي صدرت في شهر شعبان المبارك بين كربلاء وشهر شعبان ماضي عريق اتذكر احداث التسعين صارت في شعبان نعم كله بشعبان وكل احداثنا في كربلاء صارت بشعبان هذه الظاهره وفتوى السيد السيستاني دام الله ظله الوارف
اللي نطق بها المتولي الشرعي سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي من الصحن الحسيني الشريف في أيام وفي ليالي شهر شعبان المبارك. هاي القواسم المشتركة شلون نحللها؟ والله يعني واحدة من الأشياء اللي ببالي، واحدة من الأشياء اللي ببالي حتى يعني أفتح لك الآفاق، أنه أكو ارتباط بين الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف حقيقة، يعني هذا الشهر المبارك كل هذه ولادة الإمام الحسين، ولادة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، نعم، فهذه الأنوار وولادة هذا النور الآخر اللي أنقذ العراق وصحح المسار ووجه البوصلة باتجاه الحق، كيف يحلل سيد حيدر؟ هو أكو اتصال، أنه مثل ما تفضلت جنابك وجناب أبو حسنين، أنه ولادات الأئمة سلام الله عليهم وهذه الآثار العظيمة من الولادات، نعم، والمناسبات العظيمة اللي تهل علينا بشهر شعبان، وصدرت هاي الفتوى العظيمة من السيد السيستاني دام ظله الوارف إن شاء الله، هذا الرجل العظيم، نعم، الذي يعني ما أدري ماذا نقول في حقه، يعني هذا الرجل العظيم البسيط، نعم، صح والله، العظيم البسيط في نفس الوقت، نعم، يعني رجل بهذه العظمة وقائد للشيعة جالس في بيت أجار، نعم، هذا شو نقول عليه؟ هذا مو ماخذ سجية أمير المؤمنين سلام الله عليه، فهو عنده ارتباط بأهل البيت، فلهذا صدرت الفتوى في هذا الشهر المبارك وفي خضم هذه المواليد العظيمة، مولود الحسين ومولود قمر العشيرة بالفضل العباس، وأنا عندي في المداخلة ويا أبو حسين إن شاء الله على العباس أنه جاب بالأذان، شلون نريد نجيب اي شو يقول سيد حيدر؟ يقول قصيده بورقه طاحت من بالماي عليها اسم الحسين ويا التريده، قصيده بورقه طاحت من بالماي عليها اسم الحسين ويا التريدة، وظلت يابسة يابسة ما جاسها الماي، ورقة وطيح بالماي وتظل يابسة، ظلت يابسة ظلت يابسة ما جاسها الماي، تعالوا شوف معجزتي الجديدة، أنا أدري السبب، تدري السبب ليش؟ أنا أدري السبب، تدري السبب ليش؟ يا بعل العباس مكتوب القصيدة صلوات. صلى على محمد وآل محمد. طيب الله أنفاسك. أحسنت أحسنت. أقول رايد ليلة الميلاد أهوس يا القمر هوسة. رايد ليلة الميلاد أهوس يا القمر هوسة، واذكر حيدر الكرار شفك دنك يبوسه. رايد ليلة الميلاد أهوس يا القمر هوسة، واذكر حيدر الكرار شفك دنك يبوسه، من جفوفك يا بحر الجود خير الدنيا متروسة، يا الشفك رباط الهوسة. نسمع منك أبو حسن. أقول رادوا ويمثلون واقحت الطفوف، نعم، خيم واطفال ونساء مخدرة، رادوا يمثلون واقعت الطفوف، خيم واطفال ونساء مخدرة، ووزعوا دعوات للناس اللي يجون، ومن ضمنهم دعوا سبع القنطرة، قالهم احضر بس عاين من بعيد، وكون كل اللي حضرت لازمو سرى، ولو كمل كل العدد انا الاشوف وانا عاين على الرقم والتذكرة. قالوا له ليش؟ قال لهم لأن هذا المحفل يمثل أخوي، شلون يا اللي يجينا نعبره، كون هذا اللي يدخل مقدم شهيد، حتى قل لحسين قدم منحر، وزينب اختي اللي يطب تشوفها انت بنت شعبيه، وزينب اختي مو مثل باقي النساء، ومن يصدق هالجبل يطلع مرة، لو تمر بالجيش يوقف باحترام ضابط، ولو مر يفتش سيطرة. وأخيرا أرد أسولف لك وأقول اللي يستحق يدخل يشاهد ما جرى، بس خدم الحسين بالصف الأمام، وهاي كل الناس تقعد بيها وراء، بس خدم الحسين بالصف الأمام، وهاي كل الناس تقعد بيها وراء، على الجبهات من شدينا الحزام
وعدنا احنا الشهادة اكبر هدية. داعش من سمع هوسات الابطال سرية تهوس وتهجن سرية على الجبهات من شدينا الحزام. وعدنا احنا الشهادة اكبر هدية. داعش من سمع هوسات الابطال سرية تهوس وتهجن سرية. الطارش من وصل يم داعش يقول اسمع هوسة بس شنه القضية وشم ريحة حسين براية الجيش وشوف البرد لازم بندقية. ما يدرون جيش الجايهم هاد جنود حسين بمر المرجعية. ما يدرون جيش الجايهم هاد جنود حسين بمر المرجعية. بميلادك سيدي بميلاد الامام انغلقت النار دقائقنا الأخيرة أبو حسين يعني نعم وانفتحت الجنة وهتفت الناس لأن هو الشفيع بساعة الضيج. الولاية ولاية أمير المؤمنين لولاية علي انغلقت النار وانفتحت الجنة وهتفت الناس لأن هو الشفيع بساعة الضيج. انفتاح الجنة قل شلون مقياس الشفيع أم الحسن تحضر الخدام وملاك العرش وياها حراس. وشفت انا الحسن وحسين يمشون ويمهم اجوا ما شفت عباس اثار القمر ويزينب الحوراء مغطيها بعباته ورافع الراس يخاف على العقيل بخوفة الروح اخاف ام الخدر بالنظرة الجاس. طيب الله انفاسك. وشفت حيدر اجا وقال انتم وياي بالجنة على حب ابني تدخلون على حب فاطم تدخلون كل من يحزن لمصاب الاطياب يعبر على الصراط وانا ممنون واللي يسوي مجلس يجمع الناس واللي يرسم الدمع على اللي يعزون يعبر على الصراط برمشة العين واذا مو احنا نعبر من يعبرون للجنة على حبك كنا وياك والمو ويا فاطم ما يدخلون. شلون يصير يدخل جنة الله ما يدخل الجنة ولو يوذنون ما يدخل جد. أبو حسين الرباعي شكرا لحضورك وشكرا لمشاركتك. الله يحفظك. شكرا لكم وأسأل الله لنا لكم كل الامتنان لك. كل شكرا سيد حيدر العميدي لحضورك ومشاركتك. شكرا لكم سادة الأفاضل. إلى لقاء قريب بإذن الله سبحانه وتعالى. عيد وفرح لكم منا خالص المودة والتهاني. كل عام وأنتم بخير. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أحسنت. الله يحفظك.